وافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد. يهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية. جلسة جديدة لمجلس النواب لطرح ومناقشة مختلف القرارات ومشاريع القوانين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطنين. في بداية الجلسة أحال المجلس عددا من القرارات ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. جلسة مجلس النواب تناولت مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 الذي يهدف إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية. تؤكد اللجنة المشتركة على أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت لتحقيق التكامل التشريعي وتحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية وضرورة تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن. مشروع القانون فيما تضمنه من وضع حد أقصى للدين العام هو مطلب ضروري، والحقيقة كان مسار مناقشات كثيرة في الحوار الوطني، فما تم التعديلات الموجودة داخل هذا المشروع هي تعديلات هامة. وخلال المناقشات أكدت الحكومة أهمية ضم موازنات الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة في القانون الجديد بهدف توحيد مؤشرات المالية العامة للدولة وشمولها ضمن الموازنة العامة، لافتة إلى ما تتطلبه الهيئات الاقتصادية من مرونة في إدارتها. وفي نهاية الجلسة وافق مجلس النواب على مجموع مواد قانون تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ورفعت الجلسة لتعود للانعقاد غداً.